حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج من العراق. تتوالى المبادرات وتضيع الحلول وسط زحمة المناكفات، اعتصام داخل الخضراء وآخر على أسوارها، ضدان متشابهان وكلاهما يبحث عن الإصلاح ولكن بعناوين مختلفة، فمن ينجح ومن يفشل؟ الإطار المتشبث بالسلطة أم التيار الباحث عن انتخابات مبكرة؟ هذه المحاور أحبة المشاهدين وأكثر نقشها الليلة مع ضيوفي بعد هذا التقرير. يشهد الوضع السياسي في العراق تعقيدا كبيرا في ظل تعنت جميع الأطراف في آرائها والإصرار على تمرير آرائهم بشأن الأزمة الحالية، في حين أن الحال يكمن في مسارين: الأول يتمثل بأن يجتمع البرلمان لتشكيل الحكومة، وهذا يتطلب اتفاقا مسبقا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وتحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة، أو أن يضطر البرلمان إلى حل نفسه تحت ضغط الشارع. وبينما يصر الإطار الشيعي على اختيار المسار الأول، يتمسك التيار الصدري باتخاذ المسار الثاني، الأمر الذي زاد الأزمة تعقيدا، بينما يرى مراقبون أنه بإمكان المحكمة الاتحادية أن تتخذ قرارها استنادا إلى انتهاك البرلمان للمدد الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة وحنث البرلمانيين بالقسم الذي قاموا بتأديته بموجب المادة 50 من الدستور، حيث لم يتمكنوا خلال الأشهر العشرة الأخيرة من أن يكونوا بمستوى الثقة التي منحها المواطنون لهم، كما لم يكونوا جزءا من الحل، لا سيما وأن المادة 64 من الدستور تحمل تفسيرات مختلفة، ويرى آخرون أن حل البرلمان لا يعني نهاية العالم، وربما سيعيد الأمور إلى أوزانها، وكل واحد يعرف مستواه وحجم الانتخابي، وسيجنب البلاد حالة اللا استقرار التي يشهدها منذ العام الماضي. حياكم الله من جديد أحبة المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج من العراق. دعوني أرحب بضيوفي لهذا اليوم من استوديو بغداد، أستاذ العلوم السياسية الدكتور بشار السعد. حياكم الله. تحية طيبة لك ولمشاهديكم الكرام ولضيفك العزيز. حياكم الله. دكتور، على الرغم من أنه تمتلك صفة رسمية وهي نائب الأمين العام لتيار الفرعتين، لكن جنابك ارتئيت أن نقدمك بهذه الطريقة، شو السبب؟ شكرا جزيلا. في الحقيقة أنه حينما أكون في الصفة السياسية، نعم، قد يأخذ الحديث إلى السياسة أكثر مما أنه نريد أن نحلل الواقع اليوم، ونحن علينا أن نحلل أولا لكي نذهب إلى جانب السياسة. هذا لا يعني أنه نتحدث هذا من جانب، ومن جانب آخر أنه الصفة الأكاديمية هي التي وضعتني في الجانب السياسي. طيب، خلينا نرحب بضيفي الآخر المحلل السياسي الأستاذ مفيد السعيد. حياكم الله من جديد. أهلا وسهلا. أنتقل معك دكتور، في ظل الحديث اليوم حول الجانب السياسي والأزمة السياسية الحالية، إلى أين وصلت الحوارات بشأن هذه الأزمة؟ قبل أن نبدأ بموضوع إلى أين وصلت الحوارات، الحوارات ما زالت موجودة، وأعتقد أنها حينما تريد أن تصل إلى حل. نعم. لكن من أين بدأت؟ في الحقيقة نحن في نظام ديمقراطي نيابي، والأنظمة الديمقراطية النيابية، طبعا هذه صفة الأكاديمية، هنا راح ندخل بأنه كيف نحلل هذه القضية. الأنظمة الديمقراطية النيابية تعمل وفق ديناميكية واضحة جدا، ألا وهي أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب، ومجلس النواب مسؤول أمام الشعب، والجزاء للعمل الحكومي اللي هو الفيدباك أو المخرجات الأوتبوت للحكومة تعود إلى الشعب، ومن ثم الشعب يأتي بقراره الانتخابي. طيب. لمحاسبة تلك الحكومة عبر الواسطة ألا وهي مجلس النواب. إذا لدينا هذه الديناميكية، لا نستطيع أن نقطع هذه الديناميكية من الوسط،
علينا أن نأخذ الدورة كاملة بهذا بشكلها المتعارف عليه، وإلا ليس لدينا حلول أخرى، لا نستطيع العودة إلى الانقلابات والثورات ومشاكل ذلك، ومن ثم نأتي بحكومات قد تختصر الدولة كلها تحت مسمياتها. يعني النظام الديمقراطي، وهذا النظام الديمقراطي علينا أن نحترمه ونلتزم به حتى وإن كان فيه نوع من العلل، لأنه ارتضيناه قبلناه جاء ما بعد 2003. السهل هو كامل إلى مرحلة النضوج، فيه نوع من المؤاخذات كل الديمقراطيات. من تغيير هذا النظام دكتور؟ أعتقد ليس في مصلحة أحد تغيير هذا النظام، لأنه إذا ما أردنا تغييره علينا أن نقطع أحد هذه الماكنة، يعني أن نقطع هذه الماكنة بأحد حلقاتها، فماذا نغير؟ نغير مجلس النواب ونلغي، أو نلغي صوت الشعب ومحاسبة الشعب للحكومات؟ إذن من الصعب أن نعود إلى أنظمة أخرى، والأنظمة هي واضحة، يعني لا نذهب إلى نظام هو غير موجود في هذا العالم. الأنظمة واضحة، إما أن هنالك ملكية، وإما أنه جمهورية، وإما أنه أنظمة برلمانية نيابية، لا يوجد هنالك شيء آخر. الأصلح للتنوع البشري وللتنوع الديني والتنوع حتى العرقي في العراق هو الأنظمة البرلمانية، لكن ماذا يحتاج؟ يحتاج أن نعي العمل البرلماني. العمل البرلماني يوجد لديه ضابط، هذا الضابط هو الدستور. على الرغم من أن هنالك ملاحظات على الدستور، إلا أنه ليس لدينا بديل آخر. لا نستطيع أن نتكلم عن بدائل ونحن ما زلنا في المراحل الأولى. طيب. المراحل الأولى تفرض علينا ما هو واقع. طيب دكتور، طرحت كثير من المبادرات ما بين الإطار والتيار وانسداد سياسي وصل إليه العراق، بالتالي أي المبادرات اليوم لاقت ترحيب ما بين الإطار والتيار؟ في الحقيقة هي المبادرات أحيانا تأتي من اليوتوبيا، مبادرات قد لا يمكن تعقلها. نعم. وهناك مبادرات تتحدث عن ما هو واقع. الحوار، نعم لابد من وجود حوار، نحن بشر، سمتنا الحوار. نعم. ليس سمتنا العراق، هذه السمة ليست لنا. الحوار مبدأ أساسي في كينونتنا كبشر. يبقى لدينا هنالك قضية، ألا وهو الإصلاح. حقيقة الإصلاح هو مطلب الناس جميعا، وليس في العراق فقط، كل العالم يبحثون عن الإصلاح، وإلا لما تحركت عجلة الحياة. أنا كإنسان أبحث عن إصلاح ما في اليوم لكي أتطور، هذا هو سجية البشر هكذا. إذن الإصلاح هو مطلب حق، لكن يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يؤخذ الحق بالباطل، لأن الإصلاح حينما يريد أن يكون يجب أن يسلك مسلكا صح، وحينما يريد أن يصل إلى الحق عليه أن يكون طريقه أيضا حق. إذن ما لدينا إلا سوى الدستور والمجلس النيابي لنكمل العلاج الذي جاء ما بعد 2019. نعم. ألا وهو العلاج حل البرلمان وذهاب إلى إلى الانتخابات المبكرة، لنكمل هذا العلاج ومن ثم نعرف هل سلبياته وإيجابياته لكي نقرر. ومن البديهي في الأنظمة الديمقراطية النيابية أن الحكومات هي من أهم أعمال للحكومات في نهاية هذه الحكومة أن تهيئ إلى انتخابات إن كانت مبكرة أو دورية. دكتور، في ظل الحديث عن الحوار، خلي أخذ رأي أستاذ مفيد. اليوم هناك حوار طرح من قبل السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هل سيكون هذا الحوار اليوم مفتاح لحل هذه الأزمة؟ نعم، تحية طيبة لكم جميع مشاهديكم كرام، جانب دكتور ستار. طبعا الحلول هي كانت كثيرة، مبادرات كثيرة طرحت على الساحة، لكن من نتبناها كان مخاوفنا أن تأتي مبادرة من قبل رئيس الوزراء المتهيئ ولايته لعلي أكثر من علامة استفهام، اللي يشكل عليه أغلب قادة في الإطار وقادة بعض أغلب الكتل السياسية، وما رافق من قرابة فترة توليه لهذا المنصب من علامات استفهام ودخول العراق بمحتركات خطرة وأمور يعني أدت إلى ما هو عليه. لا زال هي الفوضى حسب المعلومات هو تدار من قبل المقربين منه في بعض المحافظات. نعم. في فترة سابقة. وخوفنا الثاني أن تكون مبادرة تأتي من الأمم المتحدة، المبادرة تأتي من أطراف عليها علامات استفهام، تكون مبادرات مرة وحادة
ولا تنفع للطرفين، لا للطرفين المتخاصمين. كان الأجدر من ولو هي اليوم الكرة في مرمى التيار الصدري فيما يخص اليوم واصل إلى مرحلة العناد والتزمت بالرأي ما يخص موضوع الإصلاح، لكن هذا الإصلاح هو الغاية التي ينشد إليها السيد الصدر، لكن هذه الغاية لابد أن تكون وفق وسائل صحيحة ودستورية حتى نصل إلى غاية سليمة تحقق لنا حلمنا أو هدفنا المنشود اللي هو إصلاح المنظومة السياسية برمتها. نعم. اليوم إصلاح المنظومة السياسية لا تأتي عبر التظاهرات اليوم موجودة في الخضراء أو في ساحة التحرير، ولا تعديل الدستور يكمن في أن نفتح صندوقا ونفتح أوراقا ونفتح، لكن هذا مطلب دستوري، هذا المطلب الدستوري يأتي وفقا للسياقات الدستورية والقانونية. نعم. اليوم ليس من الصعب اليوم ما يعجبني الشخصية الفلانية أتي بصندوق في باب الشرجي في ساحة التحرير أو في الخضراء وانتخب رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو أرفض العملية السياسية برمتها. اليوم مثل ما ذكر جناب الدكتور احنا ليس الآن أنت أستاذ مفيد تعترض على آلية اليوم الاعتراض على هذه الحكومة؟ بالتأكيد الحكومة الحالية لابد أن تتغير، يعني إذا ذهبنا باتجاه انتخابات مبكرة لابد أن لا نأتي بنفس الحكومة التي هي اشكل عليها في فترة سابقة، وأيضا انتخابات الحالية أو الفترة الحالية الفوضى اللي نمر بها اليوم والانسداد هي نتيجة مخرجات حكومة حالية. نعم. فكيف أتي بحكومة مأزومة ولدت لي أزمة إلى أن أتيها مرة ثانية وحل الأزمة بأزمة؟ هذا هو الخطأ بحد ذاته. نفس الوقت نحتاج إلى أن تكون لدينا حكومة منتخبة وحكومة ذات صلاحيات واسعة. طيب خلينا في حوار السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. نعم اليوم هي المغزى والربما أهم نقطة في هذا الحوار هو أن كل جلسة على طاولة الحوار، وهذه طاولة الحوار والنقاط هي كانت قد ضمن جولة للسيد الحاج العامري على السيد الحلبوسي ومنها إلى إقليم كردستان وبعض الكتل. نعم. الموجودة في بغداد، وكانت مخرجاتها هي مخرجات قانونية ودستورية، لكن اليوم المشكلة ليس بالطرف السني ولا بالطرف الكردي، هم اللي قالوا كلمتهم منذ تأسيس التحالف الثلاثي. نحن من نتحالف من يأتي بنا، من يأتي ويعطينا اللي هي امتيازات وحقوق المكونات بالشراكة بالدولة العراقية الحديثة، احنا نأتي مع إن كان مع الصدر أو مع الإطار، فلا يهم هم سياسة بقدر ما يهم أن يكون هناك بيت شيعي، بقدر ما يكون البيت السني السليم والبيت الكردي السليم، يريدون أيضا بيت شيعي سليم. نعم. متماسك حتى تكون حكومة أو فترة انتخابية سليمة تكون مخرجاتها تنعكس إيجابا على الفرد العراقي. هذه ربما أهم نقطة أنا أشوفها بنفسي في واقع الحوار الموجود اليوم. اتفقوا على نقاط مهمة كان هي ضمن جولة الحاج العامر، وهذه النقاط أصبحت ملزمة، وربما أهم نقطة اللي هي لم تكون يقبل الجميع بمخرجات الانتخابات المقبلة. إن لو نرجع نعيد الانتخابات ويقبل السيد الصدر بهذه التفاوضات الموجودة بالتأكيد تكون هناك لا تخلى هي من التزوير طبعا والتلاعب، هذا موجود لكن بنسب محددة. لكن ماذا لو فاز الإطار بالانتخابات المقبلة؟ كيف يستقبلها التيار الصدري؟ وماذا لو خسر الإطار في الانتخابات المقبلة؟ كيف يستقبلها الإطار؟ هنا نحتاج إلى أن نرتقي إلى مستوى عالي وأن نكون جزء من الحل لا جزء من الأزمة الموجودة. كذلك على السيد الصدر اليوم وهو نداء ولو هو اليوم تغريدة الحاج محمد صالح العراقي كانت ربما وصفها بالذهاب مع وراء الكرسي والمصالح الحزبية وغير قابل على هذا الاجتماع، وقال لن أدخل في اجتماعات وأيضا في لقاءات همهم هي المناصب والكراسي بقدر ما يكون المواطن. هاي هي لكن الأستاذ يعني اليوم حكومة وإدارة ودولة، يعني الشارع العراقي الآن أصبح يحرك بالتغريدات، أين المبادئ الأساسية اللي تربى عليها المجتمع العراقي؟ للأسف اليوم التغريدة تخرج لي من إنسان أعرفه مثل جناب الدكتور أو بعض الشخصيات المعروفة، أنا أذهب مع التغريدة أو بيان هو لشخصية وهمية طبعا صار ناطق عن لسان سماحة السيد، لا أتوقع أن بعض الكلمات هي حاشا السيد الصدر أن تخرج منها بعض الكلمات البذيئة التي تخرج من قبل الوزير القائد، هذه الكلمات أن تصفى وتنقل. اليوم لو نذهب باتجاه المحاكم مثل ما رفعوا أصوات محاكمة السيد الكاظمي على تسريبات وبعض الشخصيات، أيضا هناك بعض الكلمات البذيئة ده ربما أشعلت الشارع العراقي من خلال تغريدات الحاج محمد صالح العراقي أو الوزير القائد. هنا يجب أن نقف عند هذه النقطة، لابد أن نفس الحالة ربما ذهب أغلب الكتل السياسية بواقع التغريدات وحرب التغريدات اليوم موجودة، بقدر ما تكون دائما نقول لابد أن نتصارع وفق
البرامج السياسية والبرامج الخدمية إضافة للبرامج الانتخابية، لكن اليوم الصراع، أصل الصراع بالعراق هو بنية وصل إلى المرحلة أن بني على أساس الصراع، تسقيط الآخر وكشف عورة الآخر وتطهير نفسه على غرار فساد الآخرين واختلافات الآخرين. استاذ مفيد، حتى انطلق وقت الدكتور بشار، على الرقم اليوم دكتور من قرب السيد الكاظمي من التيار الصدري، والتيار الصدري هو من جاء السيد الكاظمي، وحتى مسألة التظاهرات البعض اليوم يشكل على مسألة دخول هذه الجماهير إلى المنطقة الخضراء، بالتالي هذا الحوار الذي طرح من قبل السيد الكاظمي تخلف عنه التيار الصدري؟ نعم، طبعا الأخ الزميل فتح لي بعض الأمور أو عرج على بعض الأمور التي ممكن أن أكمل عليها. في الحقيقة أنه لو نحن تناسينا قضية مهمة جدا في تولية السيد الكاظمي، كان هناك شرط بأنه لا يرشح ولا يأتي بحزب. طيب كي لا يرشح حتى لا يكون نائب، ما هو رئيس وزراء يعني حتى لا يكون نائب، وإن كان يعني النائب يعني له قيمته التشريعية، لكن غالبية الشخصيات اللي تشغل مناصب تنفيذية هي في الأصل يعني ليس داخلين في الانتخابات، هذا من باب. إذن كان الشرط هنا أن لا يعاد، وهو التزم بهذا الأمر. إذن لا يحلم بهذه الفكرة بأنه قد يعاد بطريقة أو بأخرى، أحيانا بالحوار، أحيانا بأنه يحاول أنه يناغم سماحة السيد مقتدى الصدر أو كذا. لا، سيد الكريم، أنت ارتضيت هذا الشرط بأن تدير مرحلة انتقالية، تذهب إلى الانتخابات وشكرا جزيلا. ما بعدها يأتي من ما بعده، وكان هو ملزم بأربع محاور للعمل. نعم. الانتخابات المبكرة، ولم تعد مبكرة قبل ستة أشهر من موعدها الرسمي، ولا أعتقد أنها مبكرة. والمحور الثاني ألا وهو الجانب الصحي، وما شاهدنا إلا حرق للمستشفيات، ووصلنا إلى أن بفضل الله وحمده أن وصلنا الأول على منطقة الشرق الأوسط من الوباء. والشرط الثالث ألا وهو الجانب الاقتصادي، وما حصل الجانب الاقتصادي. والشرط الرابع ألا وهو الجانب الأمني، واليوم هذا النوع من التأزم هو قد ينعكس أمنيا، ولا ننتظر إن شاء الله. ما زالت لغة العقل هي الحاكمة، وما زال كلا الطرفين ما زالوا يحاكون العقل، وهي ليست في مصلحة أحد إذا ما فلتت الأمور من عقالها. النقطة الأخرى سيد الكريم، نحن ذهبنا إلى انتخابات، هذه الانتخابات جاءت مبكرة على نوع من التظاهرات بمطالب كانت متعددة دون إحصائها، دون توجه. هذا على كل حال وصلنا إلى هذا. تسألني أنا على مستوى الأكاديمي، هذا القانون الانتخابي فيه الكثير من المثالب، وألقيت هذه الكلمة مع السيد فخامة رئيس الجمهورية، وتحدثت مع مكتب المرجعية، وتحدثت أيضا حتى مع ممثلة الأمم المتحدة جينيرال بلاسكارت، أن هذا القانون لا يلائم المجالس النيابية، وهذا القانون اليوم وافقت على التغيير. هذا ما جرى، أنا أتكلم عن القانون الماضي، هذا ما جرى. اليوم المطالبات بالحكومة الأغلبية الوطنية، القانون هو الذي منع الحكومة الأغلبية الوطنية. طبيعة القانون لا تفضي إلى أغلبية وطنية. الدوائر المتعددة. نعم سيد الكريم، يعني لو ذهبنا أن الدوائر المتعددة، لو كل دائرة تأتي بأربعة مستقلين، إذن لدينا 329 مستقل، إذن لدينا 329 رأي لا يتفقون مع بعض، إذن كيف ممكن تحقق الأغلبية؟ وهذه هي العقدة في المنشأة. من الممكن تغيير النظام في ظل هذه الأزمة؟ تغيير أي نظام؟ القانون الانتخابي. سيد الكريم، إذا ما أردنا أن نذهب إلى حكومة أغلبية، إن كان سياسية أو وطنية، وأعتقد أنه قد يعجز الكثير من يميز ما بين السياسية والوطنية. وأنا لدي تمييز يعني الخاص، لكنه كثير مما تحدثت مع الكثير أنه لا يميزون ما بين سياسية ووطنية، ما الفرق ما بينهم. على كل حال، القانون الانتخابي سيد الكريم، نحن بلد واحد، وإن تعددت فيه الأعراق والديانات والمذاهب، نحن بلد واحد، فما الداعي من هذه التعددية في الدوائر؟ يعني نحن مقطعين دينيا وعرقيا وقوميا وإلى آخره، تجي تقطعني مناطقيا، شيعي من الدائرة الفلانية، طيب هذا أول مثلبة. المثلبة الأخرى، أنا حينما أكون مرشح على الدائرة الفلانية في بغداد، لنفرض الكرادة أو المنصور،
هل أقدم ناشونال بروجرام أم لوكال بروجرام؟ هل أقدم برنامج محلي أم برنامج وطني؟ بالقطع أنا راح أناغم الدائرة التي أنا فيها، فبالنتيجة برنامج محلي. إذن أين ميناء الفاو؟ أين المصلحة الوطنية؟ أين السياسة الخارجية؟ هذا عمل شبيه بعمل مجالس المحافظات أو أنه مجلس بلدي. إذن ولهذا نرى أن المرشح ذهب باتجاه الأمور التي هي ليست من عمله. لكن شو سوى؟ هذا هو البرنامج، حكم بهذه الطريقة. طيب وصلنا إلى هذه النتيجة. وصلنا إلى هذه النتيجة. حوارات كثيرة دكتور. لكن واتضينا بها. كانت هناك مبادرة للسيد هادي العامري والزيارة إلى أقليم كردستان العراق. بالتالي هل أثمرت شيء هذه الزيارة؟ طبعا السيد هادي العامري مشكورا، يعني قد تحمل عبء المفاوضات كلها ما بين الإطار والتهيئة، ما بين كل الأطراف حتى الكردية والسنية، وهو مشكورا بهذه، وليبدو أنه نزعته الوطنية والجهادية تحرك لديه هذا الأمر. الحقيقة نحتاج أيضا في التفاوضات أن الطرف الآخر هو الذي يبادر، ليس دائما أنت الذي تبادر. في أبجديات التفاوض يجب أن يكون، إذا ما أراد الطرفان أو إذا ما أرادت كل الأطراف أن تصل إلى حل، يجب أن تنتظر الآخر أيضا أن يبادر بالتفاوض معك. يجب أن تنتظر الآخر بأن يأتي إليك، وإلا ما داعي التفاوض إذا كنت أنا لوحدي من أذهب ومن أفاوض. الحل يبدأ كرديا اليوم، كان على الأخوة الكرد أن يحسموا أمرهم، وأنا أعتقد أن الكرد سوف يصلون إلى حل، لسبب أنهم سياسيين اعتركوا العملية السياسية، عرفوا كيف تدار الدولة، عرفوا كيف تدار حتى الإقليم في مرحلة ما قبل 2003. يذهبون قد يطلبون هذه أو تلك وتتصارع المصالح، لكن بالنتيجة تحصل حاصل، هم لديهم رؤية واحدة موحدة. هذه الرؤية الواحدة الموحدة تجبرهم، يعني عذرا عن المفردة، تجرهم إلى أن يتفقوا، وهذا هو الذي ننظر إليه. يبدو أننا ما زلنا، وأقصد على البيت الشيعي، ما زلنا لم نصل إلى هذه المرحلة، أنه ننظر إلى المصلحة الوطنية أولاً، ومن ثم نذهب إلى المصالح الفرعية، المصالح الخاصة، وهذا يحتاج إلى نوع من الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله سبحانه وتعالى مع الذين يؤثرون على أنفسهم. نعم. المصلحة الخاصة مطلوبة، أي نعم. نعم، لكن هناك مصلحة عامة، هناك شعب ينتظر مخرجات الانتخابات 2021، ينتظرها المواطن، ينتظر موازنة، ينتظر إصلاحات، ينتظر خدمات، ينتظر. إذن أنا هل راح أضحي بهذا الشعب اليوم مجددا وأقول له تعال انتظر سنتين أخرى؟ طيب ما ذنب المريض اليوم؟ دكتور خلي أخذ رأي أستاذ مفيد. أيضا التيار الصدري أجل مظاهرات اليوم السبت إلى وقت غير معلوم، بالتالي هل يتزامن اليوم مبادرة السيد العامري مع تأجيل هذه التظاهرات؟ نعم، اليوم ما يحمله العامري من خرجات الاجتماع مع رئيس الوزراء والقوة السياسية برعاية براسخار طبعا، نعم، ستكون أيضا انعكاساتها إيجابية على أن يبدي السيد الصدر مرونة، لكن تبدو المرونة تكون مشروطة، وحتى الشروط الذي كان سابقا من قبل السيد الصدر والسيد المالكي هي كل من يتكلم حسب رأيه. يعني اليوم أنا من أجل أطرح رأي أو أطرح شرط، أحيانا يكون بطريقة الشرط، وأحيانا يطرح بطريقة أخرى بطريقة المقترح. كانت المقترحات أو شروط السيد الصدر وشروط السيد المالكي ذات المقترحات نفس الشروط، لكن تتغير نبرة الصوت ومفردة الحديث اللي هي انتخابات مبكرة والآخر جاء انتخابات مبكرة، قانون انتخابات وقانون انتخابات وأصلاح ومكافحة فساد ومكافحة فساد، هي ذاتها، لكن هنا طرحت وفق السياقات الدستورية، طرح السيد الصدر مبهمة، يعني تغيير النظام السياسي، كيف يغير النظام السياسي؟ عندنا سياق دستوري وسياق قانوني، كيف محاسبة الفاسدين؟ بس هاي راح يكون أقصى للمكونات الأخرى إذا كانت الأغلبية مع الشيعة. بصورة عامة المكونات الأخرى هي للأسف هي جزء من الانسداد السياسي. أنا هم ربما أعرج على موضوع الكرد هم كانوا جزء من الانسداد السياسي في تلك الفترة عندما كان الثلث المكمل هو ثلث مكملا، لكن لماذا وجد الثلث المكمل الذي يسمى معطل وعطل العملية السياسية وعطل البرلمان؟ عطل على شخصية، يشكل على شخصية، لو بادر الكرد
بشخصية بديلة عن هوشار زيبار عن ريبار أحمد لكان الثلث المكمل هو دخل معهم وصوت وصارت العملية السياسية برمتها. لا يوجد إشكال على كل المكونات ولا على منهاج السيد الصدر بالأغلبية الوطنية، لكن المشكلة هي في شخصية رئيس الجمهورية من يأتي عليها إشكالات يشكل الأخوة في الإطار عليها، فلا بد أن تتغير وهذا من حقهم. أنت تأتي بالأغلبية الثلثين اذهب وكون حكومة. اليوم الأمور قد تغيرت، هذا ما موجود بين الاثنين فقط هي صيغة الحوار وصيغة طرح المبادرة والسؤال. ربما هي قد التقت السيدة بلاسقاط بالسيد الصدر مؤخرا وكان هناك عندما سألت السيد الصدر يجيبكم، إذن هناك هي ذات النقاط طرحت في الاجتماع مع القوة السياسية بحضور الكاظم وأيضا بلاسقاط هي ذاتها الذي سينقلها السيد العامري إلى السيد الصدر، وقد اتفق السيد الصدر ربما كثيرا مع بلاسقاط في لقائه الأخير، ونفس الوقت هذه النقاط هي كل القوة السياسية متفق عليها. لكن اليوم أنا اللي هي أصل المشكلة منين تجي يا أخي؟ أنا حارب فساد والدي شخصية نظيفة تقود البلد وأجيب شخصية زين. نظيفة لا يوجد إشكال عليها واعترض عليها زين. هذا هو المشكلة، هذا التناقض هذا الموجود. نعم. إذا تأجيل التظاهرات تزامنت مع مبادرة السيد العامري، نعم مع مبادرة كلام آخر يتحدث به غالبية الشخصيات الممثلة عن التيار وآخر هذه الشخصيات السيد فتاح الشيخ تحدث عن أن هذه المظاهرات ومسألة تأجيلها كانت بسبب فتنة أراد السيد المالكي أن يخلقها من أجل حماية نفسه، بالتالي السيد المالك متهم من قبل التيار. لا، هي اتهامات متبادلة للأسف ما بين الاثنين، وكانت لكن طرف التيار قد صعد بهذه الاتهامات، وصلت إلى أن يأتي بمجسم ويربط عليه حبل الإعدام ويسحل فيه في شوارع الخضراء. هذه ربما هي غير لائقة وغير حضارية ما يخص الكتلة السياسية. بعد يومين ستفرج هذه الأزمة ويكون جلسة حوار ما بين أطراف التيار مع السيد المالكي وفريق الإطار. هذا التصعيد والتصعيد خطير، ربما انعكس حتى مجتمعيا، ويلاحظ الدكتور ستار في هذه المسألة ونلاحظها احنا في شوارعنا. أصبح إطاري لو تياري، أنت صالح لو طالح، أنت كافر لو مصلح، هذه المصطلحات أخذت تدرج في هذه ليست صحيحة. هي ليست الأزمة للأسف عبر تغريدات الوزير القائد انعكس السلبة على أداء النسيج الاجتماعي. أنا أقول باكر هذا الإطار مثل السيد المالكي، العصائب، الأخوة بالفتح، باكر من عملية انتخابية، وأنا أريد أعلق مكتب دولة القانون في مدينة الصدر، هل يسمح لي من جعل مجسم للسيد المالكي وسحب الحبل في الخضراء أن يفتح مكتب؟ هل يسمح لي هذا اليوم أن كمرشح عن الفتح أو صادقون أو عن دولة القانون أو عن الحكمة أن أرشح وعلق صورتي في مدينة الصدر وفي بعض المناطق؟ طيب. بالتأكيد لا، هنا ستصير إقصاء مقابل. أنا أكون تضمن هذه المبادرة هي حفظ النسيج الاجتماعي وأيضا سحب كل التغريدات التي هي أصبحت هناك شرخ بالمجتمع العراقي، ونفس الوقت أن تكون ضمن المبادرة اللي يأتي بها السيد العامر السيد الصدر أن يحافظ على النسيج الاجتماعي والحملة الانتخابية أثناء فترة الانتخابات المبكرة. لأن أنا في مدينة الصدر هي مثل كلنا شايفينها، أنا اليوم مقرات الحكمة قد دخلت وغالبيتها للتيار الصدري، وغالبيتها هي مو غالبية التيار الصدري، لكن القوة للجماهير وليس الغالبية. الغالبية المدنية ليس غالبية التيار الصدري، وإنما متنوع. لو قلنا الغالبية هي قرابة أكثر من 4 مليون، لليوم ما شفنا أحد من دولة القانون فاز في الدائرة رقم 2 اللي هي ذات الأغلبية للتيار الصدري. هذا يعتمد على الجمهور المنظم. على الجمهور المنظم، لكن دولة القانون قد فاز بمقعد في دائرة رقم 2 طيب. في مدينة الصدر. هنا طيب. تختلف الموازين، حتى إذا تلاحظ بعض القوى امتداد فازت في مدينة الصدر. طيب العصائب فازت في مدينة الصدر. أكيد راح نكمل معك لكن بعد هذا الفاصل. نعم أحبة المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نعود.
رجعنا لكم احبه المشاهدين من جديد بعد هذا الفاصل، ورحب بضيوفي من جديد دكتور بشار سعد، حياكم الله استاذ مفيد، حياك الله. انتقل معك دكتور بشار، وحديثنا قبل قليل كان حول الازمه ما بين الاطار والتيار، وايضا قد ربما يفسرها البعض ان السيد محمد شاع السوداني هو من كان سبب في هذه الازمه. هل لا يزال اليوم السيد السوداني هو مرشح الاطار لمنصب رئيس الوزراء؟ فيما هو معلن ما زال الاطار متمسك بترشيح السيد السوداني، وهذا هو الاعلان الذي تمسك به الاطار منذ الترشيح الى اليوم. نعم. على ما يبدو حتى وان خرجت التظاهرات بعد الترشيح يعني بايام، لكن على المستوى الظاهر انه ليس هو المقصود من هذه التظاهرات، لانه هذه التظاهرات حملت بانه قد يكون الى الجهه الفلانيه او انه تابع الى الجهه الفلانيه، وهذا الموضوع هنالك الكثير من التعقيبات عليه. كانت دولة الرئيس السيد المالكي دورتين، رجل عانى ما عانى في تلك المرحلة، وكانت المرحلتين في وقتها كانت مرحلة صعبة جدا على العراق كله. نعم. والكل كان مشترك فيها، لا نعفي أحدا، إن كان التيار الصدري وإن كان السنة وإن كان الكرد، الكل كان مشترك في هذا. هذه حقيقة. هذا حقيقة، ولا بد أن نقف عندها. الرجل أدى ما عليه وذهب، وجاءت حكومة العبادي، وأيضا اشترك فيها السيد السوداني. ليس على شخص السيد السوداني. هذا ما هو ظاهر في يعني سياق التظاهرات، أنه قد يكون تابعا لهذا الشخص. لنتساءل ما هي المسلمة التي نقول بها بأنه تابع إلى السين؟ هل هو الانتماء الحزبي، أنه من حزب الدعوة، أنه هذا كان تأصيله من حزب الدعوة؟ ما كل الأحزاب اليوم في العراق هي تأتي من أربعة، لا يوجد في العراق الحزب الإسلامي، حزب الدعوة، حزب الشيوعي، عفوا من خمسة، الحزب الشيوعي، حزب البعث المقبور انتهى، والحزب الديمقراطي الكردستاني. هذه هي الأحزاب في العراق، حزب الدعوة حتى التيار الصدري هو أصلا من الدعوة، هو أبناء محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. فبالنتيجة إن كان هذا الانتماء فالكل كلنا دعوة، على الرغم من اليوم تشتتنا وذهبنا، لكن أنا من حيث المبدأ كلنا دعوة. أما على مستوى العمل الوظيفي في الوزارات، فالسيد السوداني عمل في وزارة المالكي وعمل في وزارة العبادي، وأيضا أريد منه أن يعمل في وزارة الكاظمي، قال أنا في هذه المرحلة أتركني للعمل التشريعي، وأدى ما أدى به في العمل التشريعي. نعم. وكان أكثر الأصوات النيابية سطحا في مجلس النواب، وأنتم تعرفون ما قضية الاتصالات وما شاكل ذلك. حتى أبقى في صلب هذا الموضوع، اليوم مطالب التيار الصدري أو الكتلة الصدرية ممكنة التنفيذ؟ يعني ممكن تنفيذها في حل البرلمان وانتخابات مبكرة وتغيير النظام إلى رئاسي، هذا الأمر وارد في ظل هذه الأوضاع الحالية؟ سيد الكريم، هو ماكو شيء مستحيل، والسياسة تحتاج إلى سياسة. يعني نعم. أنت حتى تكون سياسي تحتاج أنه تكون مرن. هذه المرونة هي مبدأ السياسة، لا توجد هنالك نهايات مغلقة في العملية السياسية وحتى في الفكر السياسي. لكن نحن اليوم لدينا شعب، لدينا أناس ينتظرون نتائج، ينتظرون خدمات، ينتظرون موازنة، ينتظرون تعيينات، ينتظرون خدمات، ينتظرون كهرباء، ينتظرون كل هذه الأمور. أنا أجي أضحي بهذا الوقت، كل دقيقة تمر دون حسم الموضوع تأتي بإنعكاسات سلبية على المواطن. المواطن اليوم ينتظر جانب صحي والجانب الصحي متردي، المواطن اليوم ينتظر كهرباء والجانب الكهربائي والخدمات متردية، المواطن اليوم الخريجين اللي تخرجوا قبل 5 سنوات من الأوائل ينتظرون التعيينات، من الذي يعينهم نأجلهم إلى سنتين أخرى؟ خلي أنتقل مع أستاذ مفيد. أستاذ مفيد، اليوم الإطار لماذا لا يلجأ إلى اختيار شخصية مستقلة بدلاً عن السيد السوداني، ويحل كل هذه الأزمة الحاصلة وحلاً للنزاع والإبقاء على العملية السياسية؟ شوفوا موضوع المستقل، يعني لماذا يستكثر على المكون الشيعي أن يكون مرشحة لشغل منصبه مستقل؟
ولا يستكثر على المكون الكردي ولا على السني أن يأتي متحزب وشديد التحزب والطائفية في هذا الجانب. يعني نقبل أن يكون رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوس السني قح مثل ما يقول السيد الصدر، ولا نقبل أن يكون يأتينا شخصية سياسية حزبية شيعية. لماذا نستكثر على الشيعة وأيضا يأتي لابد أن يأتي شخصية رئيس الجمهورية شرط من الحزب الديمقراطي الكردستان أو الاتحاد؟ هي الخطأ الاستراتيجي سقط فيه قوة التحالف الشيعي في عام 2019 اللي هي كانت رموا السيد عادل عبد المهدي وجلدوا ذاتهم بقبول استقالة السيد عادل عبد المهدي وإقالته من مكانه. لابد أن تكون الاستقالة والإقالة للرئاسات الثلاث ونبدي، هل هي مشكلة كانت مشكلة بالسيد عبد المهدي أم كانت مشكلة تشريعية؟ لدينا مشكلة تشريعية، قوانين تأتي الفترة الدورة الانتخابية ولم تشرع أغلب قوانين مهمة، قانون النفط والغاز واحدة من القوانين، قانون الأحزاب. نفس الوقت رئيس الجمهورية الذي هو وافق وكان قد وضع أصبعه في الاستفتاء على انفصال الدستور، عفوا استفتاء انفصال لقيم كردستان وقامة الدولة. لماذا يكون هذه التظاهرات وكانت في تلك الفترة؟ اليوم على قوة الإطار الشيعي أن لا يقعوا بنفس المستنقع الذي سقطوا في عام 2019 وجلدوا ذاتهم، وهذه نتائجها. اليوم وصلنا إلى مرحلة الانسداد السياسي. زين. تريدون شخصية مستقلة أشبه بشخصية السيد الكاظمي، لهذا وصلنا عليه. لو تريد شخصية نظيفة تحقق الشيء للمواطن العراقي مهما حتى لو كان الحزب ذاته هو من يتحمل مسؤولية هذه الأخطاء. لا يهم اليوم وجود السيد محمد الشياع أو غير محمد الشياع، لابد أن تكون شخصية نزيهة. اليوم ما أعطيتك شخصية أنت تشكل عليها مثل ما يشكلون على السيد السيد المالكي، ما أعطيتك شخصية ولا عدت لك المجرب اللي هو السيد حيدر العبادي، جبت لك شخصية مجربة ناجحة. إحنا المجرب اللي لا يجرب، الإنسان عليه بعض المثالب وبعض العلامات الاستفهام. أعطيتك مجرب بتجربة ناجحة وهذا تاريخ موجود. اليوم مهما تكون هذه اللي لا يجب أن لا يكون مرشح رئيس وزراء مستقل، ولا بد أن نذهب باتجاه فضاء وطني. لماذا أنا طيب. أتنازل من استحقاقي وأعطي للآخر على حساب ما يسمى الوطنية؟ ماذا لو فشلت جميع المبادرات؟ بصورة عامة إذا فشلت ذاهبين باتجاه الفوضى، ذاهبين باتجاه تكون ربما تكون وصاية دولية. أنا قلت الوصية أو التدخل الخارجي يكون مر وغير راضي لجميع الأطراف السياسية حتى التيار الصدري. اليوم الدخول بلاسخار على خط الأزمة هو بحده، هو نعم ننظر إليه من منظار أممي ودولي. حتى بريطانيا اليوم هناك معلومات، ناهيك عن البريطانية وعن الأمريكية وعن الفرنسية عن التركية على هذه الأزمة. نعم نعم، الكثير من الدول اللي دخلت على خط الأزمة هذا ينتج ربما حتى حلول مرة للطرفين المتخاصمين فيها. ونفس الوقت هذه الأزمة ستولد لدينا أكثر من أزمة في داخل مشروع اللي ذهب باتجاه الإقليم الرمادي. نفس الوقت راح نفرز إفرازات تكون ربما تنعكس سلبا على أيضا على أداء الواقع إقليم كردستان. اليوم كل أطرافية داخلة في خط الأزمة، لا يمكن اليوم كالكرد أن يقول هذه ليس أزمتنا. حتى الحل الحقيقي إذا نزل في بغداد يكون مرا على أقليم كردستان، لا فقط على الإطار والتيار. لكن اليوم الكرة في مرمى السيد الصدر أن يركن إلى لغة الحوار ولا النقاط التي طرحت، لكن هذه تكون عليها سقف زمني ربما شرطة، اللي هي النقاط لم تكن في سقف زمني فقط في قانون إجراء انتخابات. لا بد أن يكون هناك سقف زمني لكل فقر من الفقرات حتى نعطي فرصة ونعطي أيضا نشدد الرقابة البرلمانية. طيب. والتيار الصدري أنت تيار جماهيري، إذا لم تحقق وحدة من هذه المطالب وفق السقوف الزمنية ستكون ساحة التظاهر موجودة، لا ساحة تظاهر اقتحام تعطيه، لا بقدر ما تكون في ساحة مثل ساحة التحرير وتكون شعارات واضحة ومطلوبة بتجسر ورقة ضغط على الحكومة. طيب. الحالية. خلي أنتقل مع الدكتور رشاد. دكتور، هل فعلا اليوم الأطراف الشيعية ذاهبة نحو الصدام؟ لا نتمنى ذلك، وأعتقد أنه ما زالت الأطراف الشيعية تحتكم إلى العقل. الصدام كما يقول العرب لا يقطع إلا يدك ولا يجدع إلا أنفك، يعني لا يوجد هنالك رابح. نعم. الكل خاسر. فليعي الجميع أن لغة الصدام هي ليست لغة البشر، هي اللغة
حينما تفلت الأمور من عقالها ونذهب إلى العاطفة والانفعالات. وهذه النقطة أنا أريد أن أؤكد عليها قبل أن أعرج على قضية المستقل أو أعرج على قضية المستقل وأنتقل إليها. لا يوجد في الأدبيات علم السياسة شيء اسمه سياسي مستقل، لنصل إلى الأخير، لأن المستقل ما المقصود به؟ أنه يتمتع برأي منفرد، أي أنه غير محزب، لا يمتلك انتماء حزبيا، نعم، وبالنتيجة مستقل. إذن هو مو سياسي، لأن السياسي وفي الأنظمة الديمقراطية تعمل وفقا للأحزاب السياسية، نواة العمل السياسي الحزب، نعم، نحن في تعددية حزبية، لا يوجد هنالك شخص من العراق أو في العالم كله ذا رأي واحد، إذا ما اتفق معه اثنان فبالنتيجة صار حزب، وهذا هو تعريف الحزب السياسي، جماعة من الناس لديهم رأي واحد ويبغون الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها. إذن من حيث المبدأ هذه مفردة حقيقة أخذت ما أخذت وهي لا أصل لها من حيث المبدأ. تمام. من حيث البعد الآخر قد تقول أن المستقل هو غير مؤدلج حزبيا، بمعنى أنه لا يوجد هنالك في ظهره حزب يؤثر عليه. أنا قد تكون يعني أكرر شهادتي مجروحة بالسيد السوداني بحكم العلاقة، لكنه عبر العمل السياسي منذ كان أنا حقيقة حينما عملت معه عملت لأنه كان شخصيا يمتلك الكاريزما، لكن الشارع يتساءل لماذا السيد السوداني دون غيره؟ لأنه ناجح، لأنه مجرب ناجح، وهذا طلب المرجعية. إذن الآخرين سيد الكريم اليوم الآخرين ليس ناجحين في هذا المجال؟ هنالك طرح من قبل سماحة السيد مقتدى الصدر بأن قدم السيد جعفر الصدر. نعم. السيد جعفر الصدر ابن مرجعنا والشخصية لا غبار عليها. القضية أنه ما هي علة هذا الطرح؟ أنه هذا الطرح جاء لأنه ابن المرجع، وبالنتيجة قد يحرج الطرف الآخر في الرضا به. كذلك الإطار ذهب بهذا المذهب، جاء بمجرب ناجح، سيرة ذاتية ناجحة، يضعه ويقول أنت تريد إصلاح وتريد حق وتريد حكومة ناجحة، هذا مجرب ناجح. لم يعترض الإطار على السيد آتني باعتراض. ولهذا أنه الإطار التنسيقي لم يعترض على السيد جعفر الصدر. إذا كان مررت القضية وهذه قد يمضي، لأنه هو ابن المرجع حسب بغض النظر أنه هو ما كانت عنده تجربة سياسية، يعني لم يدر وزارات وكثير من الأمور، أنه هو ما اعترك العمل السياسي، قد ينجح أو قد لا ينجح بغض النظر عن البعد المعنوي. طيب. لكن السيد السوداني عاش الوزارات، والحقيقة قد تسلم 7 وزارات، يعني هو رئيس وزراء أوتوماتيكيا، ما يحتاج أنه نقول رئيس وزراء، هو 7 وزارات. طيب. ما هو السيناريو الأقرب للواقع في ظل هذه الظروف دكتور؟ السيناريو الأقرب للواقع حقيقة هناك عدة سيناريوهات، لكن السيناريو الأقرب للواقع أنه الشعب يريد حل. نعم. الحل لا يأتي بالحل، لأن هذا حل قد جرب والتجربة لم تنتهي إلى آخرها، لم نأخذ العلاج الكورس العلاجي إلى نهايته، ذهبنا إلى الطبيب وقال هذا علاجكم، علينا أن نكمل هذا الكورس العلاجي. نعم. ومن ثم إما أن نغير الطبيب وإما أن نغير الوصفة وإما أن نذهب إلى الكي، لكننا لم نكمل العلاج، على الرغم من كان هنالك، أنا أقول لك بالمنطلق الأكاديمي، أنا أقول لك لدي كانت ملاحظات متعددة حول قضية أصل الانتخابات المبكرة، لأننا لم نكن بحاجة إلى تغيير الشخوص بقدر ما كنا بحاجة إلى تغيير سياسات. إذن كان الحل الانتخابات المبكرة في وقته ليس حلا، وهذا أنه ولد أزمة، اتفقنا، وهذا هو هذه هي الديمقراطية، هذه قواعد اللعبة، هذه هي الديمقراطية، انتخابات لأسلمن إلى ما سلم إليه أمر المسلمين، أمر المسلمين قالوا بأنه نذهب إلى انتخابات مبكرة، خلاص. طيب. يتبع اعتراضنا السودان. أنتقل مع أستاذ مفيد. نعم. اليوم من المستفيد من إبقاء الوضع على ما هو عليه؟ بصورة عامة هو من المستفيد من يريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه، الذي لا يريد تغيير السيد الكاظمي ولا يريد الذهاب بتغيير قانون الانتخابات وبالمفوضية، ويريد أن نعاد الانتخابات. هناك عدة أطراف، كان أطراف خارجية، شوف الطرف الخارجي اليوم ليس طرف ضاغط مثل ما كان في السابق وفارض، الطرف الخارجي
الدول يريد ان يريد العراق مستقر، شلون يستقر؟ ما اعرف، استقر انت رتب وضعك بيتك في الداخل واستقر، لان هناك ازمه عالميه، الحرب الروسيه الاوكرانيه ربما انعكست سلبا على كل الدول العالم، فيردون ان يكون العراق مستقر سياسيا حتى ربما تكون هناك اتفاقات و بعض الامور اللي ما يخص مجال الطاقه والزراعه فيها. ناتي الى هي ازمه داخليه اللي هو ربما التيار الصدري اكثر جهه سياسيه مستفيده من بعد السيد الحلبوسي والسيد البرزاني، مستفيدين من واقع الدوله، حتى بعض اطراف من اطار التنسيق هي مستفيده من وجود السيد الكاظمي، لكن هناك ضروره لتغيير. احنا لماذا دخلنا بانتخابات صرفنا قرابه 500 مليون دينار عراقي وحشدنا الجماهير وهذه 410 مليار دينار 410 مليار عفوا الرقم هكذا 500 ما تجيب بيت لا خلنا التعبير بعد لكن هذه الاموال صرفت وهذه الجهود وهذه الحراك والانظار العالم تنظر الى تكون مخرجاتها بهذا الشكل ان يبقى نفسه هو الكاظمي ونفس الوضعيه بس فقط مجلس النواب تغير واتي نفس ذات الشخوص اللي هي يبقى على السيد الحلبوسي والسيد برهم صالح والسيد الكاظم وهي ذات الشخوص التي كانت سبب ازمه 2019 هذا مفهوم خاطئ، لابد ان اغير من الواقع واخرج من الازمه واحل الازمه بحل، احنا ازمه 2019 حليناها بازمه وجود شخصيه مأزومة واليوم اتي بشخص ايضا بوضع مأزوم لكن ربما هو الكل يريد ان يحافظ التعقيب هنا واعتذر من السيد رئيس الجلسه السيد الكاظمي لم يكن في الأزمة منذ عام 2019 هو جاء لحل الأزمة كان جزء من بشرطها الأزمة وشروطها. كان رئيس جهاز المخابرات جزء من الأزمة الموجودة لكن في جاء بشرطها وشروطها نعم أنت جئت من أجل أن تمضي بالعملية انتخابية مشروطة لمدة نعم بس كان جزء من الأزمة الموجودة ضمن ساحة التحرير هذا الأمور لا يخطئ على الجميع لكن أستاذ مفيد اليوم أين ضغط الأحزاب السياسية لحل هذه الأزمة يعني سمعنا مؤخرا استقالة وزير المالية والبعض فسر هذه الاستقالة على أنها تهرب من المسؤولية بالتالي هناك معلومات تشير إلى أن وزير المالية المستقيل كان يعني لديه طموح وسعي لمنصب رئيس الوزراء في المرحلة القادمة في الحكومة القادمة نعم هو كان هذا ضمن سعيانه وربما يكون هو واقع يعني لا يوجد شيء ثابت بالعملية السياسية وكل شيء وارد أكثر من سيناريو تقدر نستقر لكن اليوم أريد أن العراق يستقر أنا أذهب باتجاه تجميد الأزمات الحالية اليوم كنا مأزومين كل الجهات السياسية لديها أزمة وأزمة داخلية ضمن حزبها وأزمة مع الشريك الآخر فاليوم إذا أريد أن أذهب باتجاه حل لابد أن أجمد هذه الأزمات اليوم الموجودة حتى مع ذاتي حتى أجمدها لعشرين سنة مقبلة حتى أستطيع أن أبدي عملية سياسية جديدة نتفق على مخرجاتها ونتفق على مدخلاتها حتى نستطيع أن نقدم الخدمة للمواطن اليوم لو أريد أن أكافح الفساد المالي والإداري ما هي اليوم قضية على طبق من الذهب للمكافحة أن تأتي لكن من يرفع الدعوة قضايا بحق شركة عشتار لا يوجد هذا اليوم الموجود هاي وحدة اثنين علينا أن نرفع دعوة قضائية كجهات سياسية بحق السيد وزير المالية وطرحت اللي طرحها هناك شبكات فساد هناك لابد أن ما دام هو يعرف رجال سياسيين مداخلين من ضمن هذه الشبكة فلا بد عد أسماءهم وعد الأمور اللي هي خص الفساد المالي والإداري لابد أن هذا تذهب باتجاه القضاء هذا نموذج لمكافحة الفساد المالي والإداري لكن أنا أكافح فساد مالي وإداري بشعارات هذا غير صحيح هذا تجميد أزمات اتفاق على برنامج سنة خدم لمدة سنة تقوم به الحكومة الحالية اللي هي قانون انتخابات ومفوضية انتخابات وقامت الانتخابات طيب اليوم موقف الشعب يعني احنا في السنوات السابقة كان لدينا عزوف جماهير عن الانتخابات بالتالي كيف من الممكن ان الشعب راح يثق بكل هذه الشخصيات على الرغم من تجديد يعني المطالب بانتخابات مبكرة انتخابات مبكرة بالتالي ربما يعزف الشارع من جديد نعم من اذا اريد ان لا يعزف الشارع من جديد اذهب باتجاه جسور الثقة ما بين الاطراف السياسية اللي هي من اصلها تجميد الخلافات الموجودة اليوم احنا ذا برنامج السياسي مبني على استفزاز الآخر مبني على أخطاء الآخرين نحن صالحين وأنتم فاسدين ومكافحتهم أنتم ميليشيات أنتم قتلة أنتم سنة تردون أقلمة أنتم كرد تردون دولة هذا الخطاب الانتخابي اللي لاحظناه في كل عملية انتخابية ماذا يولد؟ يولد امتعاض للشارع أنا يوم عندي بضاعة كيف أروج إلى بضاعتي
ولا أجلب أنا أبناء المنتمين أو المؤدلجين ضمن حزبي، لا بقدر ما أستهدف الطبقة الأكثر، الناس اللي هم مو معميلي اللي دائما يتعاملوا ويأخذ مغمض، لا أجي طيب. على الطبقة اللي هي بعيدة. سأفيد حتى أختم. نعم. تظاهرات التيار واعتصام التيار في داخل الخضراء، هل هو دستوري أم لا؟ كون اليوم عطل عمل البرلمان. هو تأخذ من ناحية دستورية تظاهرات حق دستور، لكن ليس بهذه الطريقة أن نأتي ونقتحم مبنى دستوري معني بالعراق بصورة عامة بكل أطيافة وألوانة، ونفس الوقت عطلنا مؤسسة تشريعية. لابد أن تكون هناك ربما تكون التظاهرات على أسوار خضراء، تكون ساحات مخصصة لساحة، ربما ساحة تحرير يوم الساحة المخصصة للتظاهرات الموجودة أصبح ساحة عالمية. نعم. لماذا الذهاب؟ لا هو دستور من ناحية التظاهر لكنه هو غير قانوني وغير دستور من ناحية تعطيل مؤسسة التشريعية الدستورية. دكتور انتقل معك، كيف ترى اليوم دستورية أو شرعية هذه التظاهرات في داخل المنطقة الخضراء؟ المنطقة الخضراء وخاصة مجلس النواب هو بيت الشعب. نعم. فماك واحد يظهر على بيته، نظهر على أنفسنا يعني. زين. واقعا إذا كان هنالك تظاهر تلك هي الحكومة، أنت عانيت ما عانيت من الحكومة، ليش هي الحكومة؟ أنت جاي تظهر على بيتك اللي هو أصلا يحتوي صوتك أنت كمواطن، ومن ثم يتمثل بممثل عنك داخل مجلس النواب. الحقيقة كما أشار زميلي اليوم أن اليوم المطلب لهذه المرحلة هو مطلبان، المطلب الأول هو النجاح ولا بديل للنجاح، والنجاح يحتاج إلى ضمانات، والضمانات من بينها المجرب الناجح. الأمر الآخر هو إعادة بناء الثقة في الديمقراطية لكي تذهب الناس إلى الانتخابات مرة أخرى في عام 2024-2025. هذه إعادة بناء الثقة يحتاج إلى عمل حكومي، هذا عمل حكومي يحتاج إلى مجسور مع المواطن. طيب. إقناع المواطن. سيدي الكريم يقول الإمام الحسين سلام الله عليه، سمة الإنسان التعقل، وسمة التعقل التفكر، وسمة التفكر الصمت. لا يمكن أن نذهب إلى انتخابات ونحن منفعلين، يحتاج إلى سكينة، إلى هدوء. طيب. إلى أن نختار الصالح من الطالح. من حق المواطن اليوم أن ينتخب بوعي وليس بانفعال. هذه ليست انتخابات إذا ما ذهبنا إلى صناديق الاقتراع ونحن نكره ونحب. نعم. علينا أن نبحث ما هي المصلحة، ما هو التحقيق المصلحة، من الذي ينفعنا بغض النظر عن الجانب العاطفي. أستاذ العلوم السياسية، أعتذر عن الإطالة. دكتور بشار السعدي، شكرا لتواجدك معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا. حياكم الله. شكرا جزيلا. حياكم الله. شكرا كما جزيلا. أشكر أيضا أحبة مشاهدينا المحلل السياسي الأستاذ مفيد السعيد. حياك الله. شكرا جزيلا لتواجدك. حياك الله. نعم أحبة مشاهدينا، انتهى مشوارنا حلقتنا لهذا الأسبوع، انتظرونا في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج من العراق. إلى ذلك الحين أستودعكم الله.